سابقين هذه الحلقة، ويتفضل ضرغام الجابري ليحمل تسلسل 666. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. ضرغام شلونك؟ الله يسلمك استاذ صباح. ضرغام انا قرأت قصيدتك. الله يسلمك. اقوم اتعارك وياك اذا خربتها بالالقاء. لا الشرف لي. يلا. القصيدة. انا تحضرت. ستنا الغالية الله يسلمك. القصيدة هي حكاية أم استشهد ولدها الوحيد في الحرب الأخيرة ضد الإرهاب. عندما سمعت بنبأ مقتله واستشهاده قالت: أشدا يا علق يا وليد حتى تعود، أشدا يا علق يا وليد حتى تعود، اللي يطب للجبهة ينسى ملوحة الملقى، يمه وداعتك ظل همي ينزف شير، كنت عايش سما والواد من دنقه، يضم روح الضوى لو شافك تعديت، يا قلب الضوى بكل ظلمه لك خفقه، بذن كل الجنايز صوت متني صيح، أو بذن غرفة زواجك كلمة محترقة، الحضن سافر ورا التابوت يشتم بيك يلب حضن وراك استشهدت شبقة، يل جنك هو الحضن سافر ورا التابوت يشتم بيك، يلب حضن وراك استشهدت شبقة، يلجنك هو ودنياك كلها جناح، على طول الماي توقف للغرق شهقة، يا جندو من مشية سلاحك يهد بيك، يا جندو من مشية سلاحك يهد بيك، طلعت روحك انت هناك مو في شقة، يا ابني الطلقة بت استنقت أجمل شاب، يا ابن الطلقة بت استنقت أجمل شاب، وبزوايا الضلوع عبات صياح والحرقة، شالك موقفك ما شايلك تابوت، شالك موقفك ما شايلك تابوت، الهوى من يموت تلبس تاج هالخنقة، يلطولك عنب بس هم جوك سلاح، يلطولك عنب بس فشل جوك سلال، الوطن يحتاج واحد يط من حقه، يا الماخذ تحية الموت هم حياك، يا الماخذ تحية الموت هم حياك، يا دمعة ويم شفوف تحولت صفقة. سلام. الله يسلمك. الله يسلمك استاذ عزيز. أكثر من رائع. الله يعزك استاذ. وصفت جرح عميق لأم الشهيد بطريقة ولا أروع، وكأنك أنت صاحب الجرح. تعلم منكم استاذ عطيه. شكرا لك. والله يعني ماكو أبلغ من هذا التصفيق. الله يعزك. ما أقدر أقول غير أنه هذا التصفيق هو اختصر كل الكلام اللي أردت أقوله. استاذنا العزيز. هني في القصيدة. الله يسلمك استاذنا. الله يسلمك. ستنا الغالي الله يحفظك. بدن كل الجنايز صوت متني صيح، وبدن غرفة زواجك كلمة محترقة، بدن غرفة جا. شكرا لحضرك. شكرا. الله يسلمك استاذ عطيب. شكرا. اهلا شاعر. اهلا وسهلا بك استاذ رحيم وطيب. الله يسلمك. بشر اليوم انت ذبيت عمل. الله يسلمك. والله هذا بكيتنا قصيدة حلوة. هذا من ذوقهم وايثارهم اكيد. والحمد لله والشكر. طبعا قبل لا اسمعك انا جاي اوصل رساله بمشاركتي هاي. ناكو يعني كنا صاروا عقبه بيني وبين هاي المسابقه، انه فاكو هوسه قديمه من موروث الشعب تقول ما تنظم بالجيب الحرب والشق وتبين، ما تنظم بالجيب. حلو. الليالي وياي ما ظن يوم طاعن ورمح دهري
بلبح شاي طاعن مثل شاي ابو بيه الكبر طاعن النفس مرات همش عليه بالتوفيق. الله يسلمك.